للوقوف على آخر تطورات انتفاضة تشرين، معنا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي الأستاذ حسين السبعوي. مرحبا بك أستاذ حسين. أهلا وسهلا، حياكم الله. أهلا بك أستاذ حسين. بداية، يعني مسلسل القتل اليومي ضد المتظاهرين مستمر، آلة القتل الحكومي ضد المتظاهرين السلميين. اليوم فقط سقط 6 شهداء وهناك المئات أو من الجرحى. يعني إلى أي مدى ترى أن الحكومة قد حسمت أمرها بأن الخيار الوحيد الذي لديها والمتاح هو الخيار الأمني، وستستمر بعمليات القمع وحتى إنهاء هذه الانتفاضة أو التظاهرات بالقوة مهما كان الثمن؟ يعني هي من البداية الحكومة اتخذت قرار الحل الأمني، هي لم تتخذه متأخرا، يعني من البداية مارست الحل الأمني ولحد هذه اللحظة تمارس الحل الأمني. السبب لماذا؟ لأنه لا تستطيع تلبية مطالب المتظاهرين. المطالب المتظاهرين هو الإصلاح والتغيير، والتغيير ورفض الهيمنة الإيرانية على العراق، رفض إدارة الدولة على أسس طائفية، ورفض الفساد. من أين تأتي من خلال هذا السيستم الحكومي والبرلماني بهذه النماذج التي ترفض الهيمنة الإيرانية وترفض الطائفية وترفض الفساد؟ لا يمكن، لهذا هي لا تستطيع أن تلبي مطالب المتظاهرين، فبالتالي لابد أن ترجع إلى الحل الأمني، وهي مارسته منذ البداية وليس متأخر. ليس اليوم الحل الأمني، البارحة كان قتل أكثر من 20 مواطن في البصرة، وقبلها في العمارة، وقبلها في كربلاء، وهكذا. فالحل الأمني هو مستمر منذ البداية. أستاذ حسين، هذا الحل الأمني نتج عن لقاء تم بين قاسم سليماني وزعماء الميليشيات، كيف يفسر هذا اللقاء في ظل كل المطالب التي رفعت والتي كانت واضحة حول التدخل الإيراني في الشأن الداخلي العراقي؟ وكيف يحصل عندما يدعي السيادة أصحاب يعني الحكومة العراقية تدعي السيادة؟ ما علاقة قاسم سليماني بفضل الاعتصامات العراقية؟ ما علاقة ابن المرجعية أو شخص آخر في دولة نظامها برلماني؟ لماذا البرلمان لا يجتمع ويدلي بدلوي؟ هذا يثبت ما ظهر إليه، ما ذهب إليه المتظاهرين، بأن هناك هيمنة مطلقة إيرانية، ويثبت الطائفية في إدارة الدولة، ويثبت الفساد. إذن هذا الاجتماع هو يثبت كل ما ذكره المتظاهرين في تظاهراتهم منذ 40 يوم وإلى الآن. نعم، أرحب بضيفي عبر سكايب، بضيفنا عبر سكايب من أثينا دكتور والأكاديمية العراقي الأستاذ فاروق الراوي. أستاذ فاروق، بداية مرحبا بك. يعني مسلسل القتل اليومي مستمر في ضد المتظاهرين، واليوم فقط استشهد 6 متظاهرين في ساحات التظاهر. ماذا لو أنهيت هذه الاعتصامات من قبل القوات الحكومية بالقوة؟ كيف ستنعكس على الشارع العراقي؟ لا أعتقد أن السلطات قادرة على إنهاء هذا الاعتصام. هو لم يعد اعتصام، أصبحت ثورة. في البداية ربما كانت الاعتصامات عندما تكون في ساحات محددة أو في مدن محددة. الآن الثورة بدأت في بغداد وانتشرت إلى البصرة وإلى ذي قار وإلى ميسان وإلى القادسية وإلى واسط. أغلب المدن العراقية تجتاحها الانتفاضة. كربلاء يوم أمس جرت بها مآسي، حرق الخيام والاعتداء وعدد من الشهداء. ولذلك هم يحاولون الأسلوب الإيراني. الأسلوب الإيراني هو قمع، استخدام القوة لقمع الانتفاضات. وما حدث في ما جرب في إيران أو في سوريا، ربما هم يعتقدون أنهم قادرين أن يحققوا في العراق، ولكن أنا أعتقد أن هذه الثورة مستمرة وإصرار الشباب. ولحد الآن لم نسمع من الشباب من أي من اللي جرى حديث معهم سوى الإصرار على الاستمرار حتى تحقيق النصر أو الاستشهاد. نعم، نعود لضيفنا في الاستوديو أستاذ حسين. بالتزامن مع دعوات المرجعية للحفاظ على أرواح المتظاهرين وبالمقابل الإشادة بالميليشيات، بينما نعود إلى الشعارات التي رفعها المتظاهرون في الساحات، كلها كانت ضد المرجعية وضد أي جهة تفرض سلطتها أو رأيها على العراقيين ككل. كيف يفسر هذا التناقض ولماذا هذا التدخل الآن؟
يعني اولا هي المرجعيه والحكومه منذ البدايه لديها خطابات يعني فيها ازدواجيه في التعامل، على الارض شيء والتصريحات شيء اخر. اغرب ما اسمع عاده من المرجعيه هي الحفاظ على المال العام والمؤسسات العامه، في حين المنتظرين خرجوا للحفاظ على المال العام من الحكومه التي تسرق المال العام وهي لم تندد بهذا. ايضا انه نسمع انه هناك مندسين وملثمين والى اخره، والحكومة عاجزة والمرجعية عاجزة على كشف هؤلاء في حينهم يكشفون البغدادي في إدلب. نجد هكذا الازدواجية منذ البداية، الخطاب شيء وعلى الأرض شيء آخر. هذه الازدواجية ما عاد تنطلي على المتظاهرين، لأنه لدى المتظاهرين وعي وطني عالي ووعي سياسي عالي ويدركون هذه الازدواجية. ما لاحظ بعد كل جمعة بعد كل تصريح من المرجعية نجد القوات الأمنية تزيد من قمحها على المتظاهرين، بمعنى هو هذا الضوء الأخضر للقوات الأمنية أو الميليشيات الحشد لقتل المتظاهرين. أستاذ دكتور العراقي دكتور فاروق الراوي، يعني مع ازدياد الوعي السياسي والوعي الوطني لدى العراقيين على هذا النحو الكبير، كيف ترى يعني السياسيين وردود فعلهم تجاه هذا الازدياد في الوعي؟ إذا أردنا أن نسمي من يحكم العراق بالسياسيين فهم هم الذين يمارسون هذا القمع، وهم مع الميليشيات وهم الداعمين للميليشيات، وقوات ما يسمى بقوات الشغب هي التي تمارس بأوامر من نفس القوى السياسية التي تحكم العراق. أما فيما يتعلق بأعود إلى سؤالك إلى ضيفك الكريم بالمرجعية، أنا أعتبر المرجعية متواطئة منذ اليوم الأول لدخول الاحتلال الأمريكي، تواطأت مع الأمريكان وتواطأت مع الحكومات المتعاقبة، ولحد هذه اللحظة رغم كل هذه الدماء التي أسيلت سواء في بغداد أو المدن العراقية لم تصدر قرار أو فتوى بتحريم الدم العراقي. أصدرت فتوى بتشكيل الحشد ولكنها لم تصدر فتوى بتحريم الدم العراقي الذي يهدر في أمام الملأ وبالعلن، وتضرب صدور عارية بأسلحة نارية وبقنابل تسمى مسيلة للدموع ولكنها قنابل قاتلة. بالمقابل أستاذ حسين، كيف تقيم إصرار المتظاهرين على مواصلتهم هذه الثورة وهذه الانتفاضة وهذا الحراك رغم كل القمع الممارس ضدهم؟ يعني حقيقة هو ثبات أسطوري، ثبات فعلا يعكس الشخصية العراقية الوطنية التي تطالب بها. ثانيا هو مطلبهم يستحق هذا الثبات، هم ما طلبوا بوظيفة، ما طلبوا بخدمات بلدية وإدارية، هم طالبوا بوطن، هم طالبوا بعدم هيمنة إيران على العراق، هم طالبوا بعدم إدارة الدولة على أساس طائفية. هذه المطالب الكبيرة لا يمكن أن يطلبها شخص عادي، لابد أن يطلبها يعني رجال ويستطيعون أن يثبتوا أمام المصاعب وأمام أشد الأزمات. فحقيقة ثبات أسطوري للشباب العراقي، وعكس الصورة الحقيقية للعراق أمام العالم بأنه هذا الشباب السلمي الذي يواجه هذا الرصاص بصدور عارية ثبات أسطوري يستحق يعني نشهد له بكل أمانة بأنه ثبات أسطوري لا يمكن أنه نجده في مكان آخر إلا في هذول الشباب. دكتور فاروق، يعني هناك تحذيرات من محاولات لإنهاء انتفاضة تشرين بقمع دموي يزداد يوما بعد يوم، خصوصا بعد هذا الاجتماع ما بين قاسم سليماني وزعماء الميليشيات في العراق. يعني كيف تتوقع أن تكون المرحلة المقبلة من هذه الانتفاضة؟ أنا أعتقد بأنه كما يقول البعض أنه لكل فعل رد فعل. عندما استشهد عدد من المتظاهرين يوم 25 كان عدد المتظاهرين في ساحة التحرير لا يتجاوز 200,000، ولكن بعد 3 أيام بعد عمليات القمع أصبح تجاوز 1,000,000، وبعد أسبوع تجاوز 1,500,000. إذن المعتصمين والثوار مستمرين في ثورتهم
ومستمرين في اعتصامهم، وأنا أعتقد أنهم لديهم الإصرار ولديهم الشجاعة ولديهم القوة ولديهم التنسيق الرائع. لحد هذه اللحظة لم نرى، رغم مرور أكثر من شهر وهم في العراء، لكننا لم نرى أي تجاوز لا على المال العام ولا حصلت جرائم سرقات داخل المعتصمين ولا حصلت التحرش أو مسائل أخرى مخلة بالشرف. إذن هناك ثورة حقيقية، هناك لجان تنسيق، هذه اللجان تجدها ما يحصل في بغداد يحصل في كربلاء ويحصل في البصرة ويحصل من تصعيد ومن إصرار على تحقيق النصر وتحقيق المطالب. أنا أعتقد أنهم هم مستمرين في ثورتهم، واليوم بعد النداء الذي وجه عندما شعر المواطنين أن السلطات ستقدم على جرائم كبرى، التحق الآلاف، وتقريركم قبل أو لقائكم مع أحد الناشطين في ساحة التحرير أكد على أن الدعم قد وصلهم من خلال التحاق آلاف المواطنين في ساحة التحرير. نعم دكتور، نعود لضيفنا في الاستوديو أستاذ حسين. إلى أي مدى تظن أن الصمت العربي والدولي يعد تواطؤا مع القوات الحكومية والأمنية التي تقتل المتظاهرين وتطمح إلى فض وإنهاء هذه التظاهرات؟ يعني هو العامل الإقليمي مهم جدا في تظاهرات في العراق وفي أي دولة عربية، العامل الإقليمي والعامل الدولي مهم، لكن اعتاد العراقيين على موقف عربي متخاذل منذ الاحتلال وإلى الآن، موقف عربي متخاذل ضد الشعب العراقي، مساند الحكومة العراقية. اليوم الموقف الإقليمي فقط هي إيران وهي ساندة للحكومة وللنظام، فبالتالي انفردت الحكومة يعني العراقية يعني بالدعم الإيراني مقابل سكوت عربي، والسكوت يعني معناها الرضا. اليوم لا حيادية في الثورات، لا حيادية في القتل، لا حيادية مع الشعوب عندما تثور، ماكو حيادية. هذه كلمة الحيادية هي كذبة أثناء الأزمات. فهذا السكوت معناه هو إقرار للحكومة، وقد اعتاد الشعب العراقي على مثل هذه المواقف العربية، لكن الشعب العراقي عندما خرج إلى التظاهرات هو لم يعول على العامل العربي، وكنا نطمع أن يكون لهم دورا في هذا الموقف، والدولي كذلك، والدولي أيضا. الدولي لحد هذه اللحظة بيانات مخجلة، وسمعتم وتابعتم موقف الشعب العراقي من ممثلة الأمم المتحدة، وتابعتم مواقف يعني كيف حتى طالبوا بإقالتها وإلى آخره. لكن لحد هذه اللحظة أيضا الموقف الأمريكي وموقف مجلس الأمن لحد الآن لم يجتمع ولم يدلي ببيان صحفي من أجل الشعب العراقي. منذ 40 يوم الشعب العراقي وهو في الشوارع، ملايين الناس في الشوارع، قتل أكثر من 1000 شهيد، استشهد عشرات الآلاف من الجرحى. لحد هذه اللحظة مجلس الأمن لم يجتمع، ومن حق الشعب العراقي أن يطالب مجلس الأمن باعتباره هو جزء من هذه المنظومة الدولية. من حق الشعب العراقي أن يطالب مجلس الأمن بأن يجتمع ويدلي بدلوه فيما يجري ويحمي الشعب العراقي من هذه الميليشيات ومن النفوذ الإيراني. دكتور فاروق، مجلس الأمن يعني ألا يرى ما يحدث في العراق من قتل للمتظاهرين السلميين؟ يعني على ما يعول الشعب أو على ما يعول المتظاهرون السلميون الآن مع هذا الصمت المطبق للمجتمع الدولي وكذلك للصمت العربي الرسمي؟ للأسف تجربتنا مع مجلس الأمن ومع الأمم المتحدة تجربة يعني أستطيع أن أقول أنها تجربة مخجلة مخزية من قبلهم. كلنا نتذكر قرارات التي اتخذت بحق العراق، قرارات الحصار، قرارات ما يسمى بأسلحة الدمار الشامل، ولجان التفتيش التي كانت تجوب سماء طائراتهم تجوب سماء العراق والمفتشين على أرض العراق. إذن مجلس الأمن لم يتخذ أي قرار لمنع الولايات المتحدة الأمريكية من غزو العراق، لم يتخذ أي قرار لإيقاف بريطانيا من دعم الولايات المتحدة الأمريكية في الغزو. مجلس الأمن لا زال تسيطر عليه الولايات المتحدة الأمريكية، وربما إذا
تعرضت مصالح روسيا أو الصين إلى يعني تتعرض مصالحهم تتخذ قرار تستخدم الفيتو، وإلا مجلس الأمن هو يجسد قراراته، تجسد قرارات الدول الكبرى، الدول الخمس الكبرى، وبالأخص منذ انهيار الاتحاد السوفيتي يجسد قرارات لصالح الولايات المتحدة الأمريكية. فللأسف لا أعول لا على الأمم المتحدة ولا على المنظمات الإنسانية ما يجري بالعراق منذ 40 يوم. لو جرى في أي دولة من الدول 1% من الذي جرى في العراق لرأيت العالم أجمع ووسائل الإعلام تغطي وكذا، ولكن أنا أعيش في دولة أوروبية. شكرا جزيلا لكم دبلوماسي والأكاديمي دكتور فاروق الراوي، المعذرة على المقاطعة، كنت معنا عبر سكايب من أثينا، والشكر موصول كذلك لضيفنا في استوديو رافدين أستاذ حسين السبعاوي الكاتب والباحث السياسي. شكرا لكم شكرا لكم حياكم.